تسارعت الأحداث في مبنى الفاف عقب استقالة جهيد زفزاف وإيداع ملفات الترشح لاعتلاء كرسي رئاسة الاتحادية واستكمال العهدة الأولمبية الحالية. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع عودة روراوة، أداع عبد الكريم مدوار ملف ترشحه وأحدث المفاجأة. مزيان غيل هو الآخر دخل سباق الترشح لهذا المنصب وسبقه أسماء أخرى. فمن هو الرجل الأكثر حظاً ليزف عريساً في مبنى دال إبراهيم؟ الصحفي بقناة الهداف أحمد نور الدين بالكبير يجيب عبر هذا الاتصال. إذن المرشحين الثلاثة حظوظهم وفراء، كل مرشح عنده قائمة ويملك حظوظ. الآن أعتقد بأنه الشيء الذي سيحسم من الجدل هو لعبة الكواليس التي ستحدد المعين لرئاسة الاتحاد الجزائري من أجل استكمال العهدة الأولمبية التي طرشها جهيد زفزاف والتي ستكون لمدة سنة ونصف الفترة المقبلة. كل هذا سنتعرف عليه في شهر سبتمبر المقبل، لكن كما قلت لعبة الكواليس مرة أخرى هي من ستحسم أمر المعين لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. إعادة الروح إلى كرة القدم الجزائرية على مستوى المنتخبات والأندية وتنشيط البطولة الوطنية، فضلا عن ضرورة انخراط الجزائر في الهيئات الدولية لحماية نفسها من حرب الكواليس، هي تحديات تنتظر الوقوف عليها. فهل نريد رئيسا شابا يافعا أم رئيسا كبيرا بالخبرة التي يمتلكها ليجابها في إفريقيا؟ الصحفي الرياضي مراد بوطاجين يفصل أكثر. احنا اللي يهمنا اليوم إذا كان صح يعني ماشيين في الاتجاه الصحيح فلا بد من تطبيق القوانين بصرامة، وبالتالي نقول أنه اللي تتوفر فيه الشروط لما يطبق القانون وتكون الشروط تتوفر في هذاك الشخص ما فيش مشكل كبير وإلا صغير وإلا شيء آخر. مرحلة الترقب متواصلة إلى غاية المنعرج الأخير خلال الجمعية الانتخابية في 4 سبتمبر المقبل، وتولي الرجل القادر على إخراج الفاف من سبتها وترتيب البيت الكروي وطنيا قاريا ودوليا.